السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من البرنامج رحالة في إيران. شكرا لكم بزاف، شكرا على التعليقات ديالكم وعلى الإعجابات ديالكم وعلى التشجيعات اللي عطيتوني في الحلقات السابقة، شكرا لكم من القلب. يلا على بركة الله نبداو الحلقة الثالثة من هذا البرنامج هذا. إلا عجبكم هذا الفيديو هذا كنتمنى أنكم تضغطوا على الزر ديال الإعجاب، لو كنتوا أول مرة كتشوفوا هذه القناة هذه كنتمنى أنكم تضغطوا على الزر الاشتراك في القناة. يلا على بركة الله. من بعد ما تلاقينا الأسرة غدا تستقبلنا في مدينة طهران وعودنا لهم شنو وقع علينا بأننا نعسنا في المطار. قالوا لينا سيروا تنعسوا واحد المدة ديال ساعة أو ساعتين ومن بعد غادي نديكم تكتشفوا مدينة طهران ونوريكم الأماكن السياحية اللي كاينين في هذه المدينة هذه. وهذاك الشيء اللي درنا، مشينا نعسنا واحد ساعة أو ساعتين ومن بعد مشينا معاهم يوريونا مدينة طهران كي دايرة. طهران مدينة كبيرة، ولا بغيتي تنقل في هذه المدينه هذه ضروري خاص تكون عندك واحد وسيله النقل. الا ما كانش عندك وسيله نقل غادي تضطر انك تمشي في النقل العمومي او انك تاخذ المترو. حنا الحمد لله هذيك العائله اللي كانت مستقبلانا كانت عندهم السياره ديالهم، هما اللي داونا في السياره داونا وراونا الاماكن. اوه سيز لاكر فارم هي فيمس وين ار وي جوين. ما بين الاماكن الاولى اللي داونا ليها في مدينه طهران هو اننا داونا هذوك الاسواق ديالهم، الاسواق فين ممكن انك تلقى العطريه، فين ممكن انك تلقى هذاك الشيء التقليدي ديال مدينه طهران. ما بين الاشياء اللي لاحظت في هذوك الناس اللي استقبلونا في مدينه طهران، هذوك الناس كان عندهم واحد الشغف وواحد الحماس وواحد الغير على البلد ديالهم وعلى المدينه ديالهم. كانوا يتهضروا على ايران بزاف، اي سؤال بغيتي غادي يجاوبوك ومعظم الاجوبه كتكون ايجابيه، يعني اي حاجه سلبيه على ايران ما تيذكروها لكش، او ربما انت كتكون عارفه من قبل ولكن تيكون واحد الرد الفعل او ربما واحد التردد باش انك تسول واحد السؤال اللي عنده علاقه سلبيه بالبلد. وعليه هذاك الشيء اللي كنت نتجنب انا والمره ديالي، يعني بحال قلت خدينا واحد السلبيات بزاف على ايران، كيف داير ايران، راه فيها الحرب، راه فيها هذا، راه فيها هذا، ولكن حنا حاولنا ان هذاك الجانب السلبي حاولنا نخليه من مورانا وجينا نكتشفوا الجانب الايجابي. يعني هذوك الناس من اللي استقبلوناها كان عندهم فقط يهضروا على الجانب الايجابي على البلد، واي سؤال عندك تعطيك الجواب ديالو، تعطيك التعليل ديالو وتيقولوا لك اي حاجه بغيتي تعرف. وهذا الشيء هذا اللي يحفزني بزاف انه الناس في ايران تهضر لك على البلد ديالو تهضر عليها فقط بالجانب الايجابي. Horns of camel and wood. Wood. But the desires from wood and and the bones and one by one. ملي كنا كنتجولوا في بعض الاسواق اللي كاينه في مدينه طهران كانوا الناس يشوفونا تعرفونا اجنبيين عن طريق اللغه ديالي اللي كنهضر بها المره ديالي هي اللغه الهولنديه، وبعض المرات كنا نهضروا باللغه الانجليزيه. كانوا الناس كيتعجبوا بزاف وتيشوفونا ويلي اجانب كاينين هنايا. من الملامح ديالي كنت بوحدي ما كانوش غادي يركزوا عليا اكثر، لان من الملامح ديالي من اللون ديال الشعر ديالي من اللون ديال العينين ديالي من اللحيه ديالي ربما تغلط يقولوا هذا راه ايراني فقط، ولكن الزوجه ديالي كانوا تيشوفوها الناس يشوفوها شقراء العينين خضرين بيضه بزاف، يعني الناس كانوا تيقولوا هذه راه اجنبيه، بالاضافه انهم كانوا تيشوفوا شعرها. كاين هنا واحد الفكره خاطئه، ربما راه تسمع انه في ايران راه مفروض الحجاب، ولكن لجينا للشرع راه هذاك ماشي حجاب. علاش؟ لان الزيف محطوط فقط فوق النصف ديال الراس. ممكن تشوف اللون ديال الشعر كي داير، الا كان الشعر مثلا صغير غادي تشوفه، كان كحل غادي تشوفه، لان الزيف محطوط فقط في النصف ديال الشعر. راه ماشي هذاك الخمار الاسلامي تنعرفوا انه تيغطي كامل حتى يجي لك مثلا على الحنك ديالك في هذه البلاصه هذه. اما بالنسبه للنساء اللي كانوا في طهران، اكثر النساء اللي شفت تنقول لك 90% من النساء اللي شفتهم انا بالعين ديالي، الا جيتي تقارن انه واش هذاك الزي الشرعي اللي دايرين غادي بالك تماما بانه ليس بزي شرعي، لان الزيف محطوط فقط في النصف ديال الراس، راك كتشوف الشعر كتشوف كل شيء. وهذا الشيء هذا اللي وقع مع الزوجه ديالي، ملي كانت دايره الزيف كانت دايره فقط في نصف الشعر ديالها، كانت تبان بانها شقراء، كان مثلا تيجي تيبان لك واحد الدريده نازله ليها، يعني هذيك الراسه ديالها تيبان، كانوا الناس يثيروا الانتباه، ويلي كي دايره لهذاك الشعر. ملي كنا في السوق كانوا العديد من التجار تعرضوا السلعه ديالهم، اللي هي حاجه باينه في الاسواق. ملي كنتي كتسول على الثمن شحال هذه شحال هذه، كان هذاك البائع ما تيقولكش شحال الثمن، تيديك بحال ما هكا تيعطيك تيقول لك هكا
سير في حالك. ما كانش يقبل من عندك الفلوس، اما تعطيها له مثلا تقول غادي نشريها من عندك، ما كانش يقبل رغم انك سائح. ما عرفش علاش يديروا بحال هكا، ربما كاكرام للضيف ديالهم، او ربما تيبغيو يحيدوا هذيك الصوره المغلوطه اللي كاينه على ايران، تيبغيوك انك يحيدوها لك من الراس ديالك بما انك جيتي عندنا مرحبا بك. ولكن هذيك الصوره اللي كنتي كتسمع علينا راه ماشي هي الصوره الحقيقيه، ولكن ها هي الصوره الحقيقيه. من اللي كنا كنجولوا في مدينة طهران مع العائلة اللي استقبلتنا، كانوا تيحاولوا يديونا لبعض الأماكن اللي غادي ناكلوا فيها مأكولات اللي هي تقليدية من هذيك المدينة. شخصيا في واحد القاعدة أنا والزوجة ديالي تنحاولوا أننا دائما نخلصوا الناس أو ربما نعطيهم فلوس إلا كنا مثلا نخلصوا عليهم شي حاجة قليلة جدا نخلصوا عليهم. علاش؟ ما كتحاول أنك ما تبقاش كما حنا تنقولوا بالدارجة المغربية، ما تبقاش أنك محط عليهم تماما. واخا استقبلوك قالوا لك ما غادي تخلص حتى ريال، ولكن غير ملي تكون غادي خارج مثلا حاول تجيب شي حاجة في يديك، أو ربما ملي تكون غادي قايل لهم بالسلامة حاول تخلي لهم واحد الكادو، أو ربما ملي تمشيو لواحد المطعم حاول أنك تنوض أنت الأول تخلص. هاد الأفعال هادي تنديرها شخصيا، وملي بغيت نديرها في إيران لاحظت بأن الناس تقلقوا مني بزاف. هنايا الناس عندهم كما عيب، لا استقبلك هو ومشيتي مثلا انت بغيتي تخلص، خصك تلاحظ هذه القضيه، الناس غادي يتقلقوا بزاف وتقلقوا مني شخصيا. ماشي هذاك تيتقلق راه متبينهالكش، تبينهالك تشوفها في وجهك تيقول لك لا، تيقول لك بحال ما هكا بيديه، لا تيدير لك بحال ما هكا، لا 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 انت ضايف عندي، تيقول لك ما غادي تخلص حتى فرانك وما غادي دير والو، اللي بغيتيها غادي نقدموها لك. هذا جزء من الثقافه ديالهم تما، يعني حاول ما تمدش الفلوس، ما تعطيهش فلوس. لكن انتي غادي الا كنتي غادي مثلا عطيتيه الفلوس كن متاكد 100% بهاد صريح العباره غادي نقولها لك راه ما غاديش يحملك كما كنتي، ما غاديش يحملك. حاول انك تاخذ واحد الهديه اكثر اللي كنت ندير بزاف، ان الايرانيين عزيز عليهم الورد، الزهور والورد عزيز عليهم بزاف. هادشي هذا ملي كنا مثلا تيستقبلونا شي عائله تنكونوا غاديين في حالنا، قبل هذاك النهار تنشريو لهم واحد الزهور او واحد الباقه ديال الورد، ترجعوا عندهم تقول لهم هذه واحد الهديه خليناها لكم، شكرا لكم بزاف على الاستقبال وتمشيو. هذوك الناس اللي عرضوا علي اللي صادفونا شرينا لهم هذا الورد هذا وغادي نديوه دابا، راه الشتا تصب نزرب بحال والو تبان لك هنايا. اما مثلا تعطي الفلوس او تخلص عليه في الماكله في واحد المطعم كن متاكد بانه غادي يتقلق منك بزاف. وهذا الشيء هذا اللي وقع لي النهار الاول ملي مشينا كلينا واحد الماكله تقليديه، انا بغيت نخلص نتيجر من مورايا هذاك السيد اللي استقبلنا في طهران دير لي بحال هكا تدير لي لا لا، وكان ربما هذاك الوجه ديالو تبين لك بانه غضبان، تدير لك لا 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 بحال هكا، تدير لك لا 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 نو 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 نو، وتيهضر معاك انت باللغه الانجليزيه وتيهضر مع داك السيد اللي غادي تخلص من عنده تيهضر معاه باللغه الفارسيه، يعني تيقول له حاول ما تخلصش من عنده صافي انا غادي نخلصك، ما تعطيش ما تشدش من عنده صافي خليه، واخا يبغي يعطيك هو ما تشدش من عنده الفلوس. كاين واحد البلاصه في مدينه طهران الاسم ديالها نهايه طهران. هذا المكان هذا عباره عن جبلين، كاين واحد الجبل على اليمين وجبل على الشمال، وتتلاقاو في واحد النقطه. ملي تتلاقاو في هذيك النقطه كتبان لك بانها النهايه ديال المدينه، بحال تقول واحد الزنقه مسدوده كتوصل ليها. وفي هذيك البلاصه كاين واحد النهر تيجري، المكان راه سياحي، اي واحد مشى لايران ومشى زار مدينه طهران غادي يمشي لهذيك البلاصه. هاد البلاصه هادي كتلقى النهايه ديال طهران، هنا فين تتسالي المدينه وتبداو الجبال. ها انت شوف، المهم هنايا كاين سونتر فيو، كاين يعني المدينه، ها هي النهايه ديالها تما، وتبدا الجبال تبدا تطلع. فكرتني شويه الديكور هذا، فكرني شويه في شفشاون. المهم من لهنايا تمشي للمدينه صافي دور بحال هكا كلفة. قدام هذاك النهر اللي تيجري كاين واحد المكان تيديروا فيه طبالي، تيديروا فيه كراسه تما الناس فين تيجلسوا، وعلى الجهه الاخرى كتلقى بان كاين واحد عباره عن اسواق كاين تبيعوا فيه هذوك الاشياء التقليديه ديال ايران. هنا الحاجه اللي غادي تلاحظ وهو ملي غادي تمشي لهذيك البلاصه غادي يبان لك بان الناس الايرانيين تهبلوا على الموسيقى، ضروري كتلقى شي واحد ايراني تيعزف واحد الاله معينه او تيدير واحد الرقصه فولكلوريه، الناس كتهبل على الموسيقى. ملي وصلنا تما لقينا بان الموسيقى كاينه،
كما تنقولوا الرواج كاين في ديك البلاصه، بنادم تيشري، بنادم تيضحك، بنادم تيشطح ليه، ما كاينش الحس ديال المشكل. هذيك البلاصه اللي تجلسوا فيها الناس هنا فين غادي نتعجب، غادي تجيني واحد الصدمه ثقافيه انا والزوجه ديالي، غادي نتصدموا هنا، غادي بالك ديك البلاصه اللي جالسين فيها الناس البنات تيكميو، البنات الشيشه، تنقول لكم هذا الشيء، هذا البنات تيكميو والبنات الشيشه، ما كاينش الحس ديال المشكل. المره ديالي شفت فيا قالت لي هذا الشيء ما عارفينوش، يعني ما عمرنا شفناه ولا شي حاجه، ربما كتسمع بانهم راه منغلقين ولا شي حاجه، ولكن هذاك الانفتاح اللي شفتو تما راه ما عمري سمعت عليه، ما عمري قريت عليه، او عمري شفته مثلا في شي اذاعه. ملي كتسمع ايران تسمع ربما بنادم منغلق لابسين هذاك، تيقولوا له هذاك اللباس التقليدي ديالهم تيقولوا له التشادور باللغه الفارسيه، والتشادور ملي كدير له واحد الترجمه حرفيه كتعطيك خيمه. كاينين الناس لابسين التشادور ماشي ما كاينينش، ولكن الناس الجينيراسيو ديالنا حنايا اللي كتلقى 21 22 23 الفوق تيبان لك بانه عايش عادي، البنت حاطه غير الزيف كما قلت في نصف الراس وجالسه تما، جالسين الشيشه الموسيقى الضحك الشطيح، ما كاينش الحس ديال المشكل. شفت فيها المره ديالي، شفت فيها قلت ليها بحال تيبان لي بان الناس منفتحين، ما كاينش الحس ديال المشكل نهائيا. I mean, find it necessary to ride a rock. Come on. من بعد ما تجولنا في هذاك المكان السياحي الاسم ديالو نهاية طهران، هنا فيك عندنا واحد اللقاء مع ذاك محسن وميرزارد اللي هزونا من المطار أول مرة. هزونا قالوا لنا جلسوا دابا شوفوا طهران كي دايره، بالليل مرحبا بكم للعشاء انتم وهذوك الناس اللي مستقبلينكم، وبالليل مشينا لعندهم تعشينا، كان أحسن عشاء، كان أحسن استقبال شفت في الحياة ديالي هو ذاك الاستقبال ديال محسن وميرزارد من اللي عرضوا علينا في العشاء. ان شاء الله دابا غادي نمشيو عند دوك الناس اللي عرضوا علينا واللي درنا معاهم اوتوستوب من المطار حتى السنتر ديال، ان شاء الله غادي نمشيو دابا، يلا غادي نلبس برديلو ونمشيو نتعشاو معاهم ونحاول نصور شي حاجه تما ونشوف شي حاجه بالتقاليد ديال ايران، نشوفوا الناس الحسن الضيافه الكرم الضيافه اللي عندهم. محسن وميرزارد كانوا تيهضروا بزاف، تيحاول انه يهضر اكثر، وكان الجميل في الامر في هاد جوج الناس هادو كانوا بغاو يتعلموا اللغه الانجليزيه، تيقول لك حنا راه بغينا نتعلموا اللغه الانجليزيه، ملي لقيناكم نتوما يا بجوج بغينا نهضروا معاكم اكثر ونزيدوا نتعاود معاكم اكثر، بحال تقول حنا بغينا اللسان ديالنا يتطلق. والجميل في هذا هو ان محسن وميرزارد ملي كنتي كتهضر معاهم تيحاول يهضر على راسو اكثر، وتيقول لك الشواهد ديالو وشنو قرا وشنو جاب. حتى ملي كنا جالسين معاهم تيجي عندك تيوريك تقول لك هذه الشهاده ديالي مهندس دوله. مثلا ميرزارد كانت تجي عندك تقول لك انا راني خدامه طبيبه نفسانيه ديال الدراري الصغار كذا في واحد المدرسه، تتوريك الشواهد ديالها. هنا ملي كنت تجلس يبان لك الانسان تيوريك الشواهد بزاف وتقول لك شنو قاري. وما بين الاشياء التقليديه اللي كاينه تمايا في ايران والثقافه ديالهم، ديما كتجلس مع شي واحد تقول لك انا قاري هادي انا قاري هادي انا قاري هادي، ماشي من الباب انه يعيق عليك ولا شي حاجه، ربما تيحاول يبين لك بانه راه عنده واحد المستوى تعليمي، ربما راه هو يقرا، راه ماشي هذاك الشيء اللي غير كتسمعوا علينا ولا شي حاجه. هاد الشيء هذا ما كانوش يقولوه لينا، ولكن غير من الطريقه اللي كانوا تيهضروا معانا تيجلسوا معانا، كيفاش يقدموا راسهم، كيفاش يقدموا البلد ديالهم، تحاول يحيد لك هذيك الافكار الخاطئه اللي عندك انت من قبل، ويقول لك الحقيقه ديال هذاك البلد كي دايره. This very famous in Iran. Okay. For sabzi. Sabzi. Khoresh. Khoresh. Eat with rice. Oh. This is the most in Iranian food. Korma sabzi. Korma sabzi. من بعد دوری کرد جمع کنیم. دیو بیا. هر زمان کنیم بخورم. آره. 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 چرا؟ وكما قلت لكم بان الايرانيين تعشقوا الموسيقى، تعشقوا الرقص، تعشقوا الات الموسيقى. ملي تعشينا مع محسن وميرزارد وهذوك الناس اللي استقبلونا في مدينه طهران، قالت لينا ميرزارد عندي لكم واحد المفاجاه غادي تشوفوها. هي طرح علينا واحد السؤال، قالت لينا واش كتعرفوا السنتور؟
السنتور بقيت نشوف انا والزوجه ديالي قلت لهم سنعرفوش السنتور، ما عارفين شنو هو السنتور ولا شي حاجه ما عارفينوش. هي تقول لنا السنتور عباره عن واحد اله موسيقيه ايرانيه تقريبا دايره بحال القانون ولكن هي في شكل. هي تجبد لينا الاله ديال السنتور وبدات كتعزف لينا، بدات تقول لنا انا غادي نبدا نعزف لكم، غادي تشوفوا الطريقه ديال العزف ديال هاد الاله كي دايره، وبقات كتعزف لينا اله السنتور. من بعد بغاتني انا والزوجه ديالي نتعلموا لهاد الاله ديال السنتور، بقات تحاول تقول لنا راه ساهله ماشي شي حاجه صعيبه، حاول انك تتبع النغمه وتمشي معها، يعني بقات كتشرح اكثر. والمشكله اللي بغيت نقول لكم هو ان ايران ما تيهضروش باللغه الانجليزيه، كاين العديد منهم ما تيهضروش باللغه الانجليزيه، وكاين العديد منهم ما قراوش اللغه الانجليزيه في المدارس ديالهم، لان اللغه الاولى واللغه اللي تقراو بها سواء العلوم ديالهم او الطب او مثلا الهندسه اي حاجه كتقرب اللغه الفارسيه. مثلا ملي كتجي للمغرب كتلقى بان الطب تيتقرب للغه الفرنسيه، الهندسه مثلا كتقرب للغه الفرنسيه، ولكن في ايران توقع معايا من الابتدائي حتى الجامعي ان كلشي تيقرب للغه الفارسيه، وما كاينش مثلا تيقراو اللغه الانجليزيه. فقط الا كانت عندك الفلوس كتحاول انك تمشي لواحد المدرسه اللي هي كتكون خاصه كتقرا اللغه الانجليزيه، اما الا بغيتي تقرا في المدارس العموميه كتقرا كل شيء باللغه الفارسيه. رغم ان مرزاد عمرها ما قرات اللغه الانجليزيه في المدارس، كتحاول كتقاتل باش تشرح لك باللغه الانجليزيه كيفاش تلعب على الاله ديال السنتور. Just go for it. Which is very high. No, this here is not you don't important in Santo. This side just. Yeah. Just go from there. من بعد ما حاولنا اننا نتعلموا الاله ديال السنتور وخدينا بعض الدروس اللي كانت في واحد المده وجيزه، قررنا اننا نمشيو وغادي نعسوا عند دوك العائله اللي استقبلونا. رغم ان محسن وميرسار طلعوا علينا جلسوا باتوا معنا جلسوا باتوا معنا، غادي يكون شرف لينا كبير لانك كاجنبي وجيت بات معاهم
راه هما بالنسبه لهم عباره عن واحد الشرف، بحال تقول الناس كتعطيهم واحد القيمه. هذه هي اللي لاحظتها، كتمشي كتجلس معاهم كتهضر معاهم، عرفتي تيحس براسو كما لو انه اسعد انسان في العالم، تقول لك راه عرفتي شنو هو، عطيتيني واحد القيمه انك جلستي معايا. وهذا الشيء هذا اللي كنسمعوا بزاف من عند الناس في ايران، غير كتجلس تبدا تهضر معاه وتتعود معاه على هذه ولا هذه، تقول لك It was a pleasure to meet you مثلا، تيقول لك راه كان لي واحد الشرف انني نتلاقى معاك. It was مثلا تيقول لك It was an honor to meet you مثلا، تيقول لك راه كان لي الشرف انني نتلاقى معاك ولا شي حاجه. هادشي اللي كنت نسمعوا بزاف عن الايرانيين. كانت هذه هي الحلقه الثالثه من برنامج رحاله في ايران. الحلقه القادمه ان شاء الله غادي نشوفوا احداث اخرى من برنامج رحاله في ايران، وغادي نشوفوا شنو وقع لينا عاوتاني في طهران، ومن اللي تمشينا من طهران الى مدينه مشينا ليها، وكيفاش الطريقه باش مشينا لواحد المدينه اخرى. شكرا لكم بزاف، شكرا على التعليقات ديالكم وعلى المشاهدات ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو كنتمنى انكم تضغطوا على الزر ديال الاعجاب، لو كنت اول مره كتشوف هذه القناه هذه كنتمنى انك تضغط على الزر الاشتراك في القناه. تحياتي لكم وحتى الحلقه المقبله ان شاء الله، والسلام عليكم.